نروح بقى للنقطة التانية، يعني بدل راجل غضبان من التمركز الأخير في الدقيقة 7 واللي يجي فيك هدف غير معبر على أداء المنافس قدامه. بالفعل اتفق معاك تماما، يعني زي ما هو الجمعه كده قال حتى بعد المباراه، لا دفاع نادي الاهلي سرح خلاص في الوقت بدل الضايع، الكل قال لك المباراه خلصت، ضمننا الفوز بهدفين، ففي اخر دقيقتين ثلاثه حدث سرحان لدفاع النادي الاهلي، فعلى طول كوره ثابته لعبه اثنين، يعني على طول من لمستين ثلاثه جابوا هدف الهلال السوداني الوحيد. زايلر بعد المباراه واللعيبه حتى اتضايقوا ان النهايه كانت بالمنظر ده، فحتى ده اللي خلى زايلر يتحدث مع بعض اللاعبين ان هو متضايق من هدف دخول مرماه، كمان متضايق من عدم استغلال كل الفرص بشكل كافي. هو قال حتى في المؤتمر الصحفي احرزنا هدفين فقط، وده بالنسبه لي كان امر يعني مؤسف لان احنا وصلنا باكتر من كوره. وقال كمان ان برضه سرحان الدفاع في نهايه المباراه ده امر احزنه، لان هو بيتمنى دايما التركيز منذ توفرة الحكم في بداية اللقاء حتى نهايتها، لكن هو قال هيتكلم مع اللعيبة في هذا الأمر. قال لكن أنا عن نفسي كنت أتمنى هدف ثالث وهدف رابع، نتمنى إحراز مزيد من الأهداف. وقال إن هو كان بيتوقع أن فريق الهلال هيلعب بأسلوبه الدفاعي اللي كان حدث، ولكن يعني هو قال إن هو ما اندهش من طريق الدفاع أو من طريقة أداء الهلال السوداني، لكن هو قال على موقف سعيد بالأداء اللي أداه الفريق رغم خسارة المباراة الماضية بعد الطرد أيمن أشرف في قرار تحكيمي أثار الكثير من اللغط وفقا لتصريحاته، لكن هو قال إن هو سعيد بالأداء. لما سئل حتى على مين نجم المباراة وقفشة قال لهم أنا سعيد بأداء كل اللاعبين وما بحبش المقارنة ما بين اللاعبين، لكن يعني إحنا عندنا أكيد تعليمات كثيرة هنشتغل عليها الفترة القادمة، يعني سواء في الخطوط الخلفية أو حتى الخطوط الأمامية. قال أنا بالنسبة لي الفريق كله مجموعة واحدة، وبالنسبة لي العمل الجماعي هو الأهم، والفريق كله نجوم، وبالتالي أنا اللي يجب علي معالجة الأخطاء ودايما أنا المسؤول عن ما يحدث للفريق. لكن خليني أبدأ بحضرتك كمان أقول سؤال لك بس أقول سؤال أكمل أسئلة كل الناس. حد بيقول لك إنه هو سمع، حد بيقول انه سمع اني حصل سب للخطيب وترك الشيخ، صحة هذا الكلام؟ لا لا انا ما سمعتش يعني هذا الكلام، ربما يكون هناك ربما يكون هناك قلة 3 4 5 خرجوا عن النص، لكن ما فيش حاجة وصلت لينا بهذا الشكل. انا برضو اكيد في قلة كانوا متضايقين زي ما انا بقول وبتاع، ده وارد جدا، لكن ان هم يهاجموا كابتن محمود الخطيب او يهاجموا المستشار تركي الشيخ لا هذا لم يحدث. وخلينا نتوقع ان احنا نسمع كلام من ده كتير، وحتى يعني لو هناك قلة خرجت عن النص مش هنلتفت بيها ابدا، مش ال 20,000 متفرج يعني بيعبر عنه من 15 ولا ال 20 ولا ال 3 ولا ال 4، ده لان كان حدث يعني، لكن زي ما انا بقول الجماهير كان منظرهم مميز جدا، تشجيع كان مثالي جدا، كان في شكل عام حلو جدا قبل المباراه، بعد المباراه حيوا اللعيبه ونادوا على اللعيبه ونادوا على الكابتن محمود الخطيب. اكيد زي ما انا بقول في قله اتضايقت شويه، كابتن محمود الخطيب حل الازمه وانتهت على خير، ما فيش اي مشكله. خلينا ناخد الدروس المستفاده الاهم الكبيره من حضور الجماهير، من المنظر الجميل، بلاش نركز مع الحاجات الصغيره، ده كلامي للناس اللي دايما هتقعد تفحص حاجات كتير، خلينا نتجاوز دايما مثل هذه الامور حتى لو في مشاكل. لا احنا عايزين الكوره ترجع، عايزين الجماهير ترجع، مش الجماهير الاهلي بس، كل الفرق اكيد نفسنا مباريات الدوري بدل ما بتتلعب زي ما لعب الاسكواش كده ملعب مقفول وما فيش جمهور، لا نفسنا حتى الاسكواش دلوقتي بقى بيحضر جماهير من بره، فيعني نفسنا اللي نطلع من الاحواض الزجاجيه ونقعد نفضل سامعين كلام اللعيبه والجهاز الفني، لا عايزين نسمع صوت الجماهير. يعني الأستاذ رجل الأعمال صديق العزيز الأستاذ أيمن فتحي سوس بيمس عليك وبيبارك للأهلي وجمهوره وبيقول منتظرنا في التجمع قريبا، جايين إن شاء الله بإذن الله. الأستاذ أحمد السيد، الأهلي كسب بل كان يمكن أن يكون أسكور كبير النهاردة، ده على اسمك بس حبيت أقول لك الرسالة بتاعته، يعني تفضل يا أحمد. خلينا أتكلم معك لو لما اتكلمنا قبل المباراة، لو يعني الحمد لله يمكن احنا الناس الوحيده اللي انفرضنا ان احمد فتحي هيلعب قلب دفاع لو حضرتك تتذكر، انا قلت كده النهارده بعد صلاه الجمعه صح، قلنا في تفكير ان محمد هاني هو يلعب باك يمين ويتم الدفع لفتحي كمساك او بقلب دفاع بجوار رامي ربيع للاستفاده من خبراته، وهو الحمد لله قد كان يعني، واعتقد فتحي قدم مباراه كويسه، يمكن حتى فتحي لما او كان في يعني هو ورامي ربيع كده كان في عتاد ما بينهم بعد الهدف اللي جابه الفريق الهلال السوداني
احمد الطاهر اللي جابه في الدقيقه 6 من الوقت المحتسب بدل الضيع، لكن ده امر طبيعي. يمكن برضو ناس عماله تبعت رسائل وليد ازارو القى بقميص التسخين او انفعل، يمكن وضحنا بهذا الامر تماما. وليد ازارو كان متضايق، لكن طالما في الاطار المقبول ما فيش اي مشكله، لكن هو لم يرمي التيشيرت الاهلي. وفايلر اجاب على ده بعد المباراه، قال انها حميه بين اللاعبين وظاهره طيبه، ان اللعيبه يبقى عندها غيره وعايزه تشارك في المباريات.